اول لقاء توظيفي لمجموعه طارق مصطفى، وده جاي من المسؤوليه المجتمعيه، ان عملائنا هم شركائنا في انشاء المشاريع وايضا في اداره المشاريع. تقريبا المتقدمين لحد دلوقتي وصلوا الى 2500 مرشح، نرجو ان احنا نعرف نقدر نعين اكبر عدد ممكن. مجموعه طلع مصطفى هو اول مطور يقدم هذه الخدمه للسكان، بان احنا نعمل ملتقى توظيف للسكان وابناء السكان. طلعت مصطفى مش مطور عقاري تيبيكال زي ما بيقولوا ان هو بيبيع يونتس بس، لا هو بيبيع فكره ان كوميونتي توجذر، ازاي ممكن نعمل اكتيفيتيز لبناء الكوميونتي دي. يعني انا شخصيا ما سمعتش عن هذه العنايه اللي موجوده بدور مجتمعي من بنقول عليها شركه للاستثمار العقاري، هو حقيقه اصبحت الاستثمار البشري كمان. فكرة كويسة قوي، لذيذة، عشان دلوقتي الموضوع صعب شوية في التقديم وكده، فهو بيئيز قوي فكرة الفيكنسيز أو يعني الأوبورتونيتيز في الجوب أوفرز. تنظيم يوم بصراحة يعني حاجة جميلة جدا، منظمة، مكان جميل طبعا، الناس موجودة، التيم سبورتيف جدا، بيساعد أي حد محتاج أي سؤال بيجاوب عليه وبيسألك وبيفيده. طبعا يوم جميل جدا إن هم عملوا حاجة زي كده حلوة جدا، بتتيح فرصة للشباب أصلا إن هم يشتغلوا يدوروا على وظائف شغل أحسن بكتير. عايزة أشوف الإكسبيرينس هنا وأكيد هتبقى إكسبيرينس حلوة بالنسبة لي، خصوصا إن أنا فريش جرادويت. يعني تي إم جي من أكبر شركات الريل استيت اللي موجودة في مصر، فده دافع لوحده يخليني إن أنا أروح أقدم في شركة زي تي إم جي.